تعالوا شوفوا بقى النهاردة عملت لكم الممبار بتاعنا الجبار الضاني بطريقة سهلة جدا، من اول التنظيف بتاعه لحد لما خلص معايا بالشكل الجميل ده. وعايزة اقول لكم على سر حلو قوي هيسهل عليكي الممبار الرفيع ده اللي انت بتحتاري فيه. عايزين تعرفوا كل الاسرار وكل حاجة، مش هنرمي اي حاجة من الاضحية ان شاء الله، وكل حاجة هتبقى مع زيزي احلى واحلى واحلى. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم، نروح مع بعض نشوف من اول الفيديو لغاية اخره عملنا ايه مع احلى جيجي. ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي جايبه لكم فيديو حلو قوي برضو من تحضيرات العيد. معانا الناس اللي بتذبح او الناس اللي بتشتري البمبار الضاني، تمام؟ دي معاناه الناس كتير جدا جدا بتحبه، بس لا بتعرف تلطفه ولا بتعرف تحشيه. النهارده هنعمل طريقه عمل المنبار الضاني، طريقه تنظيفه وطريقه عمايله. هنشوف النهارده وهيبقى حصري على قناه مطبخ جيجي على قد ايدي. بس قبل اي حاجه يا ريت تدوني لايك عشان نشتغل كده مع بعض ونشوف كل الاسرار واقول لكم كل التكات وكل الحركات بتاعتي هتكون ايه. اول حاجه انا معايا المنبار الضاني ده، شكله كده اهو، بيبقى رفيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في ناس كتير جدا ما بتعرفش هو ده هيتقلب، طب هو ده هيتنضف ازاي، طب هو ده كده هنعمل فيه ايه، طب مش عارفه ايه. كل الاسئله دي هجاوب عليها دلوقتي حالا. اول حاجه عايزه ابتدي بس كده بالطرف بتاعه، تمام؟ لسه جايباه صابح من عند الراجل او لسه طالع من الذبيحه دلوقتي عندك. هنعمل ايه؟ ما تشيلهوش كده بعبله وتروحي رميه في الفريزر، ده ما ينفعش ابدا ابدا. عايزه تنضفيه، هيتنضف بطريقه سهله جدا. هتجيبي اوله كده اهو وتروحي جايبه ايه، هنجيب اي قمعه كده عندنا بالشكل ده، وهبتدي ان انا اجيب القمعه واروح ملبساه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده اهو، اهو بالشكل ده، تمام. حطيت القمع ده هحط فيه خل كده، وحطيت معلقه كبيره من الخل. طيب هحط ايه كمان؟ هحط معايا ملح اهو، وهحط حبه سكر كده اهو، معلقه كبيره برضو سكر زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهجيب معايا ميه وهعصر معايا ليمون او برتقان اللي عندك. عندك ليمونه هتعصريها، عندك برتقانه هتعصريها، تمام. هجيب برضو كده قدامكم ليمون ونشوف هنعمل ايه. اهو معايا ليمون كده اهو كان في الفريزر بالشكل ده، هحطه كده اهو، هحط عليه شويه ميه علشان يفك كده معايا بسرعه وينزل كده اهو. استنى بس عليه يفك كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو معايا اهو. هبتدي بقى ان انا ايه، اخلي الميه بالخل دي بالحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها تلف معايا على المنبار كله، ماشي؟ وهسيبها منقوعه فيه لمده ربع ساعه. بعد ربع ساعه هبتدي ان انا اشطفه بقى شطف جامد جدا جدا، واجري فيه الحنفيه من جوه عشان ينزل كل حاجه من جوه. ده ما بيتقلبش وما بيتكحتش، ده ما بيتكحتش خالص، ده لو جيتي كحتيه هيتقطع. بس المكونات اللي احنا حطيناها دي بتشيل اي حاجه هتنزل دلوقتي، هتلاقيه زي الفل وزي القشطه. طيب بالنسبه لبره، بالنسبه لبره هنحط برده نفس المكونات اللي احنا حطيناها جوه، بس هنحطها بره. تعالوا نشوف كده هنعمل ايه. بصوا معايا هنا اهو الميه اهي، حطيت ميه، حطيت معايا حبه خل زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهحط حبه ملح، وهحط معايا حبه سكر، وبرده هجيب ليمون وهحطه، وادي شويه السكر. السكر هنا معايا علشان ما يتقطعش ويفضل محتفظ بالايه، الخل ما يخلوش يتهري. السكر بقى اللي قصدي الخل هيخليه يتهري، فالسكر بيحافظ عليه ما يخلوش يتهري معاكي. هسيبه بقى كده اهو منقوع زي ما انتوا شايفين ربع ساعه، ونرجع بقى مع بعض نشوف هنعمل مع بعض ايه. تعالوا بقى نشوف كده اهو بعد ما عدى عليه ربع ساعه في اللي احنا نقعناه ده، صفيته. تعالوا بقى نبتدي ان احنا نغسله مع بعض ونشوف بنغسله ازاي. طبعا فضيته خلاص من الخل والحاجات دي. تعالوا كده هفتح معاكم الحنفيه اهي بالشكل ده، هبتدي ان انا، تعالوا كده اهو اقرب، ثواني. بصوا فتحت اهو الحنفيه، هبتدي بقى ان انا ايه، ادخل كده اهو الميه اهو بالشكل ده،
تمام. وهبتدي امشي بقى كده اهو بالميه، ولو عايزه تشيل الدهون دي شيليها، بس هي بتديله طعم حلو جدا ومميز على فكره يعني. اهو بصي، اهو من جوه دي حته تخينه، بصي من جوه بقى نضيفه اهو وزي الفل زي ما انت شايفه اهو، من غير لا كحت ولا اي حاجه، ده ما بيتكحتش وما بيبقاش صعب زي التاني، بس طعمه حلو جدا، طعمه احلى كمان من العجين. الناس بقى اللي بتذبح ما بتطلعه وبتبقى مشغوله باللحمه فبترميه، او مثلا تديه الجزار اللي ذبح لها، او تستغنى عنه، او ترميه في الفريزر وترجع بقى عايزه تنضفه تلاقيه ما بيتنضفش. طب ما بيتنضفش ليه؟ علشان انت شلتيه يعني بوسخته، مش هيتنضف. بصوا اهو هحط كده اهو زي ما انتم شايفين الميه، بصوا بالشكل ده، تمام اهو اهو تمام. طبعا هعمل العمليه اللي انتم شايفينها دي هعملها كذا مره، مش مره واحده اهو، لحد لما الاقيه بقى نضيف خالص خالص خالص. وبعد كده اهو بعد ما ينضف خالص هصفيه، وهنبتدي بقى نعمل الحشوه ونحشيه مع بعض، ونشوف بقى بيتحشي ازاي الممبار الجميل ده. تعالوا بقى نشوف الخلطه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الممبار. والممبار اهو بعد ما نضف الضاني زي ما انتم شفتوا كده زي الفل، وصفيته كويس جدا اهو تمام. تعالوا بقى نشوف الناس اللي دايما بتبقى محتاره في المقادير. المقادير في كيلو ممبار مثلا اي بقى نوع، ضاني او عجالي مش هتفرق، المعايير معايا واحده ماشي. تعالوا نشوف المقادير قد ايه. بصوا بقى معايا كيلو طماطم، ده على كيلو ممبار ماشي. لو انت بتحبيه تخين شويه يبقى هيعمل معاكي كيلو ونص ممبار ماشي، ده على كيلو لو انت بتحبيه رفيع. كيلو طماطم، الطماطم هنا مش ضربها في الخلاط، الطماطم هنا انا بشراها، مسكتها بشرت الكيلو كله مبشوره ما فيهاش اي ميه زي ما انت شايفه كده اهو، ما فيهاش ميه خالص، ده كده الطماطم مبشوره. معايا اتنين بصله كبار جدا، ثانيه واحده هم اتنين بصله كبار برضو بشرتهم او تضربيهم في الكبه، معاهم قرن فلفل حامي، ممكن تحطي قرن فلفل رومي بس حته الفلفل دي تديكي طعم حلو وطعم مميز. بحط عليهم ايه كمان؟ بحط عليهم كزبره وشبت وبقدونس تمام، بس الشبت قليل جدا، يعني نص حزمه من الشبت وحزمه من البقدونس وحزمه من الكزبره بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف معايا التوابل ايه. معايا معلقه صغيره مليانه كمون، معايا ذره سكر، معايا كمان معلقه صغيره حبهان على ورق روري مطحونين، معايا نعناع، معلقه نعناع ممكن فريش او مجفف، معايا ربع معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معايا معلقه صغيره مليانه من الجنزبيل، والجنزبيل هنا هيظبط معاكي الطعم جدا جدا وهتدعيلي، ومعايا رشه شطه صغيره دي اختياري. طبعا الحاجات دي عايزه ايه؟ عايزين الملح، الملح اهو نحطه كمان. بصي بقى في حاجة، في ان الممبار بتاعنا الرفيع لما تيجي تحشيه لازم تزودي في الخلطة بتاعته الزيت شوية، لازم تزودي الزيت شوية. ليه؟ علشان يبقى سلس وينزل بسهولة ما يقفش. اللي هيخليه يجري معاكي ايه هو؟ اللي هيجري معاكي هو الزيت تمام. على فكرة دي مش كوباية يعني، دي عارفين كوباية القهوة الصغيرة دي، كوباية صغيرة تمام، اهي كوباية الا ربع صغيرة من الزيت. طيب المقادير دي بقى بتاخد قد ايه رز كده؟ لو على الكيلو بياخد نص كيلو رز، عشان الناس اللي بيتبقى معاها الرز، وعشان كمان تحسي بطعم الخضره معاكي تمام. هغسل بقى الرز بتاعي، انا قلت لكم هو نص كيلو، هغسل الرز بتاعي احطه عليه ونقلب كويس جدا، ونبتدي بقى نشوف بنحشيه ازاي. استنوني. تعالوا بقى كده اهو بعد ما عملت الخلطه اهو زي ما انتم شايفين اهي جاهزه معايا، قلبت كله على بعضه. تعالي بقى هنبتدي ان احنا نحشي مع بعض. بصي الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. باخد كده طرف الممبار معايا زي ما انت شايفه كده اهو اهو تمام. هجيب بقى معايا قمع، القمع بقى بتاعك بالشكل ده، بس ايه نلبسه كده اهو، وتدخلي كده شويه شويه علشان ايه تبقي عارفه تملكي ما يزحلقش منك. هنجيب بقى معايا، هجيب معايا المعلقه بتاعتي
كده اهو، بصوا اهو، وابتدي احط، بس مش هحط كتير قوي كده اهو، كويس قوي تمام. هبتدي بقى ان انا اجيب ايه، المعلقه اللي انا حطيت بيها دي هبتدي اخد كده اهو وانزل بقى، بصي بالشكل ده. الموضوع مش صعب خالص، وانتي قاعده كده بتتفرجي على حاجه في التلفزيون اهو، تنزلي كده اهو بصي. وبرده الممبار ده ممكن يتحشي لحمه مفرومه تمام، عادي خالص زي السجق اللي بتشتريه من بره، بس التاني بيبقى اسمه هانك، ما بيبقاش فيه دهون خالص تمام. لو انتي عندك من الدبيحه بيبقى فيه اللي هو الامعاء الرفيع او اللي هو الهانك ده، بيطلع من الدبيحه ما ترموهوش، بيتنضف ويتحشي لحمه وبيبقى زي الفل، وتنظيفه برده سهل جدا. بصوا انا عايزه اوريكم ان الموضوع سهل خالص، بصي بيمشي بمنتهى السهوله. ليه؟ علشان احنا حطينا زيت زي ما قلت لك كده، الزيت بيساعد اهو. بصي ممكن كمان ايه بايدي، بس انت ما تجيبيش قمع ضيق علشان ما يضايقكيش، يبقى قمع واسع كده اهو اهو. هقعد بقى انا اخلص بقى الكميه كلها بدل ما انا واقفه كده اهو، وبعد لما اخلصها اوريها لكم بنسلقها ازاي وبحط ايه في ميه السليق، ويطلع معانا بعد ما يتسلق ونشوف شكله كمان، واقول لك لو عايزه تشيليه تشيليه ازاي، ولما نيجي نحمره هنشوف كل حاجه مع بعض. انتوا كده شفتوا الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبه، بتحشي كده اهو باي حاجه، ممكن كمان بايدك كده اهو. بصي اهو الموضوع سهل خالص اهو، بصي بينزل اهو. هخلص الكمية وبعد كده ارجع لكم بقى نسلق مع بعض عشان مطولش معاكم واخد من وقتكم كتير. بصوا اهو عملته كله زي ما انتوا شايفين اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، اتحشى كله كده اهو. هنبتدي بقى هنعمل ايه، هبتدي اولع على مية، المية دي تغلي كويس، فيها بصلاية وفيها عود كرفس لو موجود، مش موجود مفيش مشكلة، ممكن نحط كمان جزر، وتحطي فص حبهان، ورقتين من الروري، وحبة ملح صغيرين، وسنة فلفل اسود، لان الشوربة دي كمان بتشرب بيبقى طعمها حلو جدا. دي الشوربة اللي بتتقدم في المصمت اللي بيسلقوا فيها الممبار تمام. هسلقه بقى زي ما قلت لكم كده عشان ما اضيعش من وقتكم، وبعد ما يسلق ان شاء الله هوريه لكم. بس في حاجه عايزه اقول لكم عليها، اما تيجوا تسلقوا الممبار ما تغطوهوش خالص، ما بيتغطاش، لان لو غطيتيه هيحصل ايه، هيتقطع معاكي ويفك، لما بتكتميه بيتقطع، لازم تسيبيه كده يتهوى، وتبقى نص الحله بس ميه مش مليانه على اخرها تمام. وتنزلي اول ما تغلي وتقلبي تقلبتين، وبعد كده خلاص على كده تسيبيه، مش هياخد الضاني ده، ما بياخدش يا جماعه وقت خالص، وزيه زي العجالي، بس العجالي نفس الخلطه قصدي، انما ده بيستوي بسرعه، ما بياخدش وقت زي العجالي، العجالي بياخد وقت شويه، ده ما بياخدش بالظبط بالظبط، يعني اللي هو مقدار ما الرز بيستوي، يعني تجس الرزايه تلاقيها استوت يبقى كده تمام. بس باكد تاني بلاش نغطي خالص على الممبار علشان ما يفرقعش تمام. واول لما يطلع هوريكم شكله بعد السليق، ونشوف هنعمل ايه مع بعض، استنوني. وادي الممبار اهو، بعد لما ايه اتسلق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، ولا فك ولا اي حاجه، زي الفل اهو. هسيبه بقى يبرد خالص، وبعد كده هنحمره وهنشوف شكله لما يتحمر ان شاء الله. وباذن الله باذن الله هعمل لكم الطريقه اللي طلبت مني برضو بتاعه الممبار الضاني اللي محشي لحمه مفرومه، اللي هو بيتعمل مفروض على الفحم او بيتعمل في الفرن، هوريكي طريقته، بيبقى من نفس الممبار ده، بس مش هو السجق، لا الممبار اللي محشي لحمه مفرومه الرفيع ده، اللي بيبقى مشهور عند ابو شقرم، بيبقى موجود عند ابو رامي، الناس اللي تعرف الناس دي، بالمحل ده بيبقى غالي جدا، اغلى حاجه هناك عند الكبابجي. هعمله لكم باذن الله، بما ان احنا داخلين على موسم الممبار والكلام ده كله، هعمله لكم رول وادخله الفرن ويطلع، واوريكم شكله واقول لكم على كل الاسرار بتاعت المحلات ان شاء الله قريب. فكده ده السلق معايا اهو، الرفيع محشي رز زي الفل اهو، مستوي وكله تمام التمام. وهستنى بقى يبرد وبعد كده نحمره، وبعد ما نحمره هنقدمه مع بعض واوريكم شكله، استنوني.
ادي الممبار الجبار زي ما انتوا شايفين كده، ده الممبار الضاني اهو من اول التنظيف لحد ما خلص كده لحد الاخر. يا رب بقى كده الفيديو بتاعي لو عجبكم تدوني اللايك وكلمتين بقى كده حلوين لزيزي علشان تستمر، وهتعمل لكم سلسلة حلوة جدا جدا عن اكلات العيد. اصبروا بس عليا هبهركم، يعني هبهركم. والسلام عليكم في فيديو جديد حبايب قلبي جيجي.